صباحنا المتجددة لكل المشاهدين الذين التحقوا بنا الآن. تشاهدون برنامجكم الشروق مورنينغ في الجزء الثاني من فقرة عيش بيو عيش صحي مع الدكتورة الصيدلانية مريم حمران. صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك. صباحك سعيد مجددا فريال، صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام. شكرا لك مريم. إذا كنا تحدثنا في الجزء الأول والنظري من هذه الفقرة الأسبوعية عن تقرحات الفم، الآن نشوف وصفة طبيعية وقائية ولا علاجية لتقرحات الفم؟ قلنا باش نوقيو ونتجنبوا هذوك العادات، دوكا باش نعالجوا هذوك التقرحات، هذه وصفه طبيعيه باش نحلوا ان شاء الله هذا المشكل. اذا خليني ولا خلينا نعرفوا المشاهدين بمكونات هذه الوصفه الطبيعيه والاهميه تاعهم. اكيد الحاجه الاولى اللي لازم تعرفوها بلي هاد المكونات نقدروا نستعملوا كل واحد وحده، كما نقدروا نمزجهم كما راح نديروا في الوصفه تاعنا. اول مكون اللي عندنا هو زيت القرنفل، هذوما الزيوت الاساسيه عندنا، زيت القرنفل وزيت النعناع. القرنفل يحتوي على لوجينول، هذا هو اللي يدخل في تاعنا هذوك التقرحات، وين كاين مستقبلات الالم هو يتمزج معها ويقلل الشعور من الالم. هذه يعني الزيوت كاع عندهم هذه الخاصيه تاع التقليل من شعور بالالم، بالاضافه الى التطهير، مطهرات وتقلل من الشعور بالالم. المكون الثاني تاعنا اللي هو العسل، معروف وكاع نعرفوا بلي العسل. تفضلي. لو كان فقط ياخذوا لنا صوره مقربه للعسل لازم يكون طبيعي. أكيد. 100% اكيد رافقنا، العسل لازم يكون طبيعي 100%. اكيد. نعم. إذن هذا فيما يخص العسل. أيضا راني نشوف مكون آخر، المكون الرابع اللي عندنا اللي هو البروبوليس. باللغة العربية نقولوا له العبكر. هذا هو وشنو هذا البروبوليس؟ هو هذا تنتج النحلة كما نقولوا احنا غشاء باش تحمي به الخلية ديالها. دونك هذا عنده فوائد جلة، ومنها مضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات، مضاد للفيروسات، ومام مضاد للالتهاب. دونك عنده كما نقولوا اني في ماجيك على التقرحات هذوما تاع الفم. معليش لو كان توري الصوره للمشاهدين باش يتعرفوا عليها اكثر. اذا يتعرفوا المشاهدين على هذا المكون، اذا يتعرفوا المشاهدين على هذا المكون المتوفر في الاسواق. متوفر في الاسواق، هذا راهو مرحي، كاين حب وكاين مرحي، هذا لهنايا راهو مرحي باش نستعملوه في الوصفه ديالنا. يلا نروحوا مباشره نتعرفوا على الوصفه تاعنا اللي جبتيها لنا اليوم. اذا هذه الوصفه تحدثنا من قبل عن السن اللي يقدر فيه الطفل يستخدم هذه الوصفات الطبيعيه. هذه الوصفه تشوفيها انها ملائمه للاطفال تحت سن 10 سنوات؟ انا ما ننصحش بها تحت سن 10 سنوات. هي هذه المكونات دراسات تقول باللي ابارتير دو 3 زون فوق 3 سنين يقدروا يبداو يستعملوهم، ولكن باش نيفيتيو توت سورت دو بروبليم ولا نيفيتيو لا بوسيبيتي يكون كاين اون الرجي نستعملوهم ابارتير دو 10 زون وراح. حتى فيما يخص زيت الثوم، الزيوت كاع الاساسيه نجنبوهم للاطفال، قرنفل ولا النعناع ولا اونيفيت نستعملوا لهم الزيوت. أكيد. إذن أيضا نبدأ مباشرة هذه الوصفة. قلنا بون هذا نقدروا نستعمله وحده ماشي لازم نخلطوا كلش. نبدأ نديروا ما يعادل 4 قطرات تاع من كل زيت. يعني ميم با ملعقة صغيرة هكذا فوالا. إذا ملعقة صغيرة 4 قطرات من كل زيت، 4 قطرات من زيت الثوم، ومن بعد 4 قطرات فقط من زيت النعناع. هادو متوفرين يعني صراحة في الأسواق عند العشاب يعني الأقرب من البيت. نتاكدوا من كيما يقولوا النوعيه تاعهم، نتاكدوا من النوعيه وحتى عند الاستخدام. ربما مريم هذه الكميه اللي قدمتيها لنا نحترموها، واذا زدنا يعني معليش ولا راح تمثل الخطر يعني على صحه تاع من افضل من 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 من, من نكثروش في التركيز، سيرتو لا كان كيما نقولوا اوريجينال. هذا الزيت يكون صح مستخلص، يكون فيه تركيز عالي من القرنفل والنعناع، من الافضل هما الزيوت كاع يستعملوا بالقطارات.
نقدرش ندير اون غروند كونتيتي تاع الزيوت هذوما الاساسيه. اكيد نزيد العسل اللي متوفر تقريبا في كل البيوت الجزائريه في كل يعني وصفاتنا الطبيعيه تقريبا. شحال لازم يكون؟ ملعقه واحده. ملعقه واحده. بون هذه ما ترفدش بيها على بها، رانا نزيدو سينو. نتوما استعملوا ملعقه تاعكم. اذا ملعقه عسل كاملة، 4 قطرات تاع زيت الثوم و4 قطرات تاع زيت النعناع، زيت النعناع، زيت القرنفل وزيت النعناع. وعندنا ملعقه تاع البروبوليس تاعنا ملحي. هادو ما نخلطهم. متوفر ايضا في الاسواق مريم؟ متوفر في الاسواق عند اللي يبيعوا الاعشاب نصيبوه. شحال كميه الماء نديرو؟ شوفي دوك نشوفوا كميه الماء لي تمزج لنا، نقدروا نقولوا نص كاس الى كاس بهذه الكميه اللي درتها انا بمغرفه ملعقه عسل وملعقه زيت. نخلطهم بيان هادوما. واش نقدروا نشللوا بهم فمنا، نديروا ان بان بوش يعني نمضمضوا ونشللوا فمنا. اذا كانوا يعني اطفال فوق العشر سنوات وما يعرفوش، نقدر نوتيليزيو هكا دي كوتون ديسك نشمخوهم في تاعنا هذاك المزيج ونجوز لهم على كاع اللته ديالهم وين كاين هذوك التقرحات. فوالا سواء نشللو به سواء نمسحو به. ومن بعد يعني مور ما نشللو به الفم تاعنا نقعدوا فتره ما نتناولوا والو ما نشربوا والو ولا عادي؟ يعني لا ماشي مشكل. هي كيما مثلا كي نستعملوا الزيت وحده هو راح يهدئ الالم. نقدروا نستناو لو طون يمد ليفي تاعو باش نقدروا نولوا ناكلوا ويتو اليز. حنا الهدف تاعنا سيغتو نقصوا هذيك لا دولور، الالم هذاك اللي يكون يعني ناتج عن الالتهاب. لانه حتى القرنفل يعني هو تخدير طبيعي مسكن طبيعي. هذا هو الهدف، هو يطهر ويسكن الالم. وكيما العسل سيكاتريزون، يسرع عمليه التشافي تاع هذيك الجرحه اللي تكون عندنا، هذيك القرحه اللي تكون عندنا. صحيح. وما ما راحش يعني تخلينا هذيك لاطراس اللي هضرنا عليها. ما تخليش مقبل. يعطيك الصحه مريم اللي جيتينا اليوم. فقط سؤال اخير ختامي، شحال من مره نستخدموا في هذه الوصفه الطبيعيه يوميا؟ نقدروا نستعملوها حتى 3 مرات. كل ما حسينا بالحاجه، كل ما حسينا هذيك لا دولور ولات، نروحوا نشللوا فمنا بها. سي تري امبورطون قبل النوم. مهم جدا قبل النوم، كي نوض الصباح نشللوا، وقبل النوم نشللوا. لا حسينا الحاجه بوندون لا جورني ما فيهاش يعني تاثير ولا ضرر. الاستخدام تاعها فوري يعني ما نخلوهاش تبات ولا تقعد، ولا نقدروا يعني نستحفظوا عليها في الثلاجه؟ نقدروا اذا عندنا كمين نقدروا نخلوها غدوه من داك نستعملوها. زعما الا درناها في الليل وقعدت لنا باش نشللوا بها غدوه صباح ثاني ما فيهاش يعني ضرر. لكن ما نطولوش، حنا من الافضل دائما المكونات راهم سهلين نمزجوهم سيغ بلاص ونستعملوهم افضل. صحيح. يعطيك الصحه مريم على هذه الوصفه الطبيعيه بامتياز اللي قدمتيها لنا اليوم من في فقرة عيش بيو، عيش صحي لعلاج تقرحات الفم اللي عانيو منها بزاف مشاهدينا عم يتابعوا فينا.